بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف بإذن الله في درسنا هذا عن الحلقة دو وايل. بعد ما تعرفنا على العبارة وايل أو الحلقة وايل والصيغة البديلة لها، سنتعرف على الحلقة دو وايل. فتابعوا معنا الدرس. أولا نعرف نكتب الحلقة وايل كما تعرفنا عليها سابقا، أي بشكل عادي. جميع الخطوات السابقة نكتبها على هذا الشكل. نلاحظ هنا كتبنا العبارة الخاصة بالكتاب على هذا الشكل كما تعرفنا عليه سابقا. سنأتي لكتابة عبارة دو وايل. فتابعوا معنا طريقة الكتابة. أولا نكتب على هذا الشكل. نلاحظ هنا نكتبها على هذا الشكل، ثم بعد ذلك نكتب عبارة الوايل. ثم نضع الشرط الخاص بنا هنا. ثم نغلق على هذا الشكل. كما نلاحظ هنا أنها تكتب وايل ولكن بشكل عكسي. كما نلاحظ هنا، نلاحظ الوايل كيف هي مكتوبة، لكن هنا نلاحظها بشكل عكسي. نلاحظ ذلك لما نكتبها بالعكس أو بشكل عكسي. نلاحظ ذلك هنا، نكتب نفس الأشياء الموجودة هنا يكولي الطباعة. كذلك المتغير يزيد بقيمة واحد، هي نفسها، لكن الفرق الوحيد أننا نؤخر الشرط، أي نضعه هو الأخير. ما معنى ذلك؟ يعني معنى نلاحظ هنا أنه في الأول مثلا نضع التالي شرط بحيث يتحقق لنا منه. نلاحظ هنا في الأول وايل العادية يجب التحقق أن الفال، أي نلاحظ هنا لا يساوي 50، أي لن يتحقق أي شيء في هذا الشرط، لن يتحقق أي شيء فيه. لكن بالنسبة للدوال كما نلاحظ هنا على هذا الشكل، سيتم سينفذ لنا أو يطبع لنا الكلمة التالية. ثم عندما يأتي إلى الخيار الخاص بالتالي، أي يأتي إلى المتغير لتنفيذ الشرط، يرى أنه غير متواجد. يأتي للتأكد من الشرط، يلاحظ أن الشرط غير متوفر، لكن على الأقل يكون قد نفذها مرة واحدة. نحفظ التغيير ونتجه لنعاين. نلاحظ هنا لما نذهب للتنفيذ نعمل ريفريش، فنلاحظ نعم إنها القيمة التي نلاحظها هي تم تنفيذ على الأقل مرة واحدة. نلاحظ هنا إذا تحقق الشرط، سنلاحظ نضع هنا أكبر من أو أصغر من هنا. سنلاحظ سيتم تنفيذها أكثر من مرة. كما نلاحظ هنا تم تنفيذها 50 مرة في نفس السطر. كما نلاحظ هنا في سطر واحد، ولوضعهم في سطر منفصل كما نعمل ذلك. نقوم في نفس المكان نطبع، ويفضل أن تطبعها في يكون منفصل لها على هذا الشكل. نلاحظ ذلك هنا.
وذلك ما شيء إنما لتنظيم العمل قليلا كما راح تكتب العبارة أبريك، أي إطلاق نسق جديد. يمكنكم مراجعة دورة الـ HTML لتعرف على هذه الأمور، ثم نعمل ريفريش لها فنلاحظ أنها طبعا على كل كلمة في سطر معين. وإذا شئتم لتستوبوا ستجدوها كتب طباعتها 49 مرة، لأننا عفوا أقل من 49 لأن الذين هنا الفاليو 5 وأصغر من ما زالت أصغر من. إذا عملنا 1 سيتم طباعتها 49، لكن هنا سيتم طباعة 44 مرة أو 45. إلى هنا يكون درسنا قد انتهى، نأمل أن تكون الفكرة وضحت حول العبارة دوغايل. نلتقي مع الدرس المقبل بإذن الله، وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.